عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع جمعية قبائل العبابدة والبشرية بمدينة أسوان حول الحوار الوطني، وتناولت الجلسة مناقشة سبل تعزيز الحرية السياسية وتقوية وتفعيل دور الأحزاب السياسية، كما تطرقت إلى عرض مطالب أهالي البشرية والعبابدة. وأكدت التنسيقية على أهمية الاستماع لآراء الجميع، وأن كل وجهات النظر والمقترحات التي يتم طرحها سيتم عرضها على اللجان المعنية في الحوار الوطني. النهاردة احنا موجودين في لقاء مع ممثلي وقيادات قبيلتي العبابدة والبشرية من حلايب وشلاتين ومن أسوان. الهدف هو واحدة من الجلسات التشاورية فيما قبل البدء الرسمي للحوار الوطني، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل نوابها 48 في غرفتي البرلمان الشيوخ والنواب، قررت ان هي تجري عدد كبير من اللقاءات مع الجماهير المصرية، القطاعات المختلفة والأطياف المختلفة من الشعب المصري. الهدف هو معرفة مشكلات المواطنين، معرفة التحديات اللي بتواجههم.